خليني اقول لحضراتكم انه الهيئه الوطنيه للانتخابات بتعلن فتح اللجان ابوابها امام الناخبين المصريين للابلاء باصواتهم في انتخابات الرئاسه المصريه 2024، وكمان اعلنت الهيئه زي ما قلنا انطلاق عمليه التصويت في الداخل، هذا الاستحقاق الانتخابي الاهم، هذه اللحظات الفارقه، مرحله مهمه بالتاكيد في تاريخ الوطن. وزي ما احنا شايفين انه في مشاهد لاحتشاد المواطنين امام اللجان للادلاء باصواتهم، وتابعنا منذ قليل مع حضراتكم قيام المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالادلاء بصوته في العمليه الانتخابيه في لجنته بمصر الجديده. طيب خلينا نقول لحضراتكم ايضا انه فتحت اللجان الفرعيه باب التصويت في الانتخابات الرئاسيه 2024 لليوم الاول من بدء عمليه الاقتراع، والتي من المقرر بدأها اليوم، هذا وفقا للجدول الزمني لاجراءات الانتخابات الرئاسية.